الحباب الروكي يحييكم وكيتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر. الفيديو ديال اليوم غيكون مخصص للناس اللي كيتسركلو حصريا في المدينة وباغيين يستعملوا الطوموبيل باش تديهم من الدار للخدمة ومن الخدمة للدار. أغلبية هاد الناس أخوتي تيكونوا موظفين ولا خدامين في الشركات وعندهم توقيت محدد خاصهم يوصلوا فيه للخدمة. وزيد عليهم أخوتي الناس اللي عندهم وليدات وخاصهم يديهم من المدرسة في الصباح، داكشي علاش خاصهم طوموبيل تكون ناضية مارش في الصباح ما يكونوا فيها لا اعطاب ولا مشاكل. الطوموبيلات اخوتي اللي كيصلحوا لهاد الناس خاصهم يتختاروا بعنايه وخاص توفر فيهم بزاف ديال الشروط. اولا هاد الطوموبيلات خاصهم يكونوا ايسونس وماشي ديزل. غتقولوا لي علاش؟ حيت اخوتي الماطر ديال المازوت اغلبيتهم ولاو مجهزين بانظمه التلوث بحال فيلتر ابارتيكول ولو جير. هاد الانظمه اخوتي لحد الان ما تبداتش النجاعه ديالهم وخاصهم واحد العنايه فائقه. السياره اللي مجهزه بهاد الانظمه ضروري خاصها تضرب واحد 100 كيلومتر في النهار على الاقل. النص ديال هاد 100 كيلومتر خاصها تكون في لوطوروت. زيد على هادشي اخوتي ان الصيانه ديال هاد النوع من المحركات غاليه، وما نساوش الموديلات اللي من مورا 2015 اللي ولاو مجهزين بالاد بلو. هاد السيستم اخوتي اللي مازال جديد ومشاكله كتار بحال الانجكتور ديالو اللي كيطيحو اون بان، لا هما ولا البومبا والكابتور ديال النوكس. هادشي بلا ما نساو اخوتي الكلفه ديال هاد الريزرفوار ديال الاد بلو اللي الا نسيتي ما عمرتيها شي نهار تبغي ديماريها وتقول لك سير على رجليك خليني ناعس الصباحات الله. ولكن الخوت ما تخلعوا ما تدهشوا، الحل هنايا هو تشري طوموبيل اسونس. ولكن الشرط الوحيد اللي خصو يكون متوفر في موتورها هو ما خصوش يفوت ان 5 لتر في السعه ديالو، سينو فلوسكم غيبقاو يمشيو لكم غير في ستاسيونات. الايجابيات ديال هاد ليسونس اخوتي كتار، اولهم هو السكات ديال الموتور والسلاسه ديالو قلت الفيبراسيون اللي كتكون في الشاسي، ماشي بحال المازوت اللي واخا التقدم والتكنولوجيا اللي ولات فيه مازال كنلقاو شي طوموبيلات جداد وصوتهم داير بحال التراكتور خاصه في الصباح. تاني حاجه اخوتي اللي زوينه في هاد السيارات ديال ليسونس هو الثمن ديالهم اللي كيكون ناقص بثلاثة ولا 4 ديال الملايين مقارنه بنفس الموديل بالمازوت. تالت حاجه اخوتي هي الاعتماديه والمتانه اللي كتكون في المواطر ديال ليسونس زايد على اللي كتكون في المواطر ديال المازوت، وهاد البلان اخوتي ما كيبدا يبان حتى لمورا 5 سنين. وما نساوش اخوتي الضريبه اللي كتكون ناقصه في هاد الطوموبيلات واللي هي 350 درهم في اغلب الحالات، والاسيرونس اللي كتكون بحالها بحال ديال الموتور. داكشي علاش اخوتي اختاريت لكم ثلاثه ديال الطوموبيلات وبعنايه. هاد الطوموبيلات اخوتي فيابل وايكونوميك وزويونين وساهلين في ستاسيونمون وكونفورتابل من الفوق بحيث تقدروا تضربوا بهم المسافات الطويله. قبل ما نبداو اخوتي ما تنساوش تابوناو في القناه وتبارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم. يلا ارا برا والحبه الحقيقه بلع. الطوموبيل اخوتي اللي غادي نبداو بها جابونيه وصغيره بحال عويناتهم، جات باش تنافس الفولكسفاجن بولو والرونو كليو واللي سميتها تويوتا ياريس. هاد الطوموبيل اخوتي اسم على مسمى بحيث ان ياغيس جايه من كاغيس واللي هو اله الجمال في الحضاره الاغريقيه. الطوموبيل اخوتي كتصنع في الوزين ديال التويوتا في مدينه اونان شمال فرنسا. الفيرسيون اللي غادي نهضروا عليها اخوتي اليوم هي الثانيه واللي خرجت في 2005 وشدات التقاعد في 2011. الطوموبيل اخوتي جميله وفيابل ديال بصح وبشهاده الجميع لا من جهه الناس اللي كسبوها ولا الصحفيين، بحيث التكلاسات في المراتب الاولى في التصنيف ديال السيارات الصغيره الاكثر اعتماديه واللي كتشرف عليه جي دي باور اللي هي شركه امريكيه كبيره ومعروفه متخصصه في الاحصائيات وتحليل البيانات وذكاء المستهلك. البلان اللي زوين اخوتي في هاد الياريس هو الامان والسلامه اللي كتوفروا لركابها. واخا تشوفوها صغيره ورخيصه حصلت على 5 ديال النجوم في التيست المعروف بالاورو ان كاب واللي هو اعلى تصنيف كاين، بحيث كتجي مجهزه بلاسيستونس بريكوليزيون الفريناج اوتوماتيك ديرجونس والكونترول ديال ستابيليتي. اما الموتور اللي كيجي فيها اخوتي هو الان ليتر في في تي اي 3 سيلندر اتموسفيريك، يعني ما فيش التيربو وصداع ديالو. هاد المايطير اخوتي كيخرج لينا 68 عود و 93 نيوتن متر ديال الكوبل. من ناحيه ضعيف راه ضعيف، ولكن اخوتي ما تنساوش ان الطوموبيل كتوزن يلاه 1000 كيلوغرام، الشيء اللي كيعوض هاد الخصائص اللي كاين في البويسونس. ومن غير الموتور هاد الياريس اخوتي كتجيب ديريكسيون ا اسيستونس الكتريك ولي سيسبونسيو الكترو هيدروليك، والواعره كاع انها كتجيب لي ديسك فونتيلي القدام واللور، ماشي بحال شي طوموبيلات اليوم اساوين 20 مليون وكيخرجوا بلي طومبور. الكونسوماسيون اخوتي ما كتفوتش 6% في اسوأ الحالات، وبشي شويه ديال الاقتصاد والمحاوله تقدروا تهبطوها حتى ل 5%. البيلون اخوتي ديال هاد الياريس مزيان من جميع الجوانب، لا في الكونسوماسيون ولا الفيابيليتي وحتى الكونفور والكود اونتروتيان. ودابا اجيو نشوف البيلون ديالها في عيون الناس اللي كسبوها، وهادشي في الفقره ديال جبال لودينات اللي مولف فيها كندير اتصالات مع الناس اللي شراو هاد الموديل وعاشوا معاه عمر طويل. ونبداو اخوتي مع الشهاده الاولى والوحيده
ديال واحد السيد ساكن في واحد الفيلا سميتو جيفرني في لا ريجيون ديال نورماندي وبعيد على باري ب 70 كيلومتر. هذا الاخ اخوتي متقاعد و 80% من الاستخدام ديالو لهاد الياريس في المدينه، بحيت كيجيب بها التقضيه من السوبر مارشي وكيقضي بها غواردو وكيفوج بها في هاد الفيلاج اللي معروف بلي جاردان اكزوتيك اللي فيه. اما في لي ويكاند ضروري تيهبط لباري اللي بعيد عليه بساعه ديال المكانه. هاد المتقاعد اخوتي عنده الياريس موديل 2010 مولات الان ليتر فيفي تي اي 68 عود، ضرب بها اليومين هذا 180 الف كيلومتر. كيقول على ان الكونسوماسيون ديالها في وسط المدينه كتوصل حتى ل 6.5% وتقدر تهبط حتى ل 4.3% الى ساق بشويه، وبدا كيبدل لي رابور بكري. زيد على هادشي تيقول على انها سهله في الباركين والدوران في الدروبه ديال باري اللي معروف عليهم انهم ضيقين، وهادشي بسبب الديريكسيون الكتريك والزاويه ديال البراكاج اللي قصيره. كما ان هاد الياريس اخوتي فيها بزاف ديال لي رونجمون كيف ما تيقول، لا في الجياب ديال البيبان ولا تحت الكراسة وحتى تحت الفولون. واهم حاجه اللي كياكد عليها هي الفيابيليتي والمتانه ديالها، بحيت في هاد 12 عام وال180 الف كيلومتر اللي ضرب بدل فيها بياسه وحده واللي هي البومبه ديال الماء. وتيقول على انه هو السبب هاد البان، بحيت كان كيستعمل الاونتيجيل رخيص وماشي دوريجين. بالاضافه اخوتي على هادشي ان كاع لي زيكيبمون الكترونيك اللي فيها مازالين خدامين كيف ما تيقول توب توب اميرفي. وهنا اخوتي نعاودو نجبدو المثال اللي تيقول حتى زين ما خطاتو الاولى، بحيت تيقول على ان الكونسوماسيون ديالها في لوطوروت كتطلع بعض المرات حتى 8%، اما في الطراجيات الطوال الكونفور تيهبط والعيا كيتزاد، خاصه انه كبير في العمر وهادشي بسبب الكوسانات اللي قاصحين والصوت ديال الريح اللي كيكون في لاكابين. هذا من جهه الخوت. اما من جهه الموتور كيقول على انه ناقص في البويسونس، وهادشي كيبان في الوقيته ديال الدوبلاج ولي زاكسيليراسيون. هذا الوضع اخوتي كيزيد يتفاقم بسبب البواطه فيتاس اللي فيها لي رابورتوال وناقصها السيزيام. من غير هادشي ديال الميكانيك اللي تشكى منه كيقول على ان هاد الياريس هابطه بزاف وديما كيقيس لالام ديال البارشوك بلي دودان والهباطي ديال لي باركين سوتيرا. هاد لي فرونسي اخوتي كثار منا في الشكوى. على العموم هاد الياريس اخوتي في عيون هاد المتقاعد جميله ورائعه والفيابيليتي ديالها فاقت التوقعات، وناوي على انه يبدلها بخوتها واللي فيها موتور كبير ديال الان ليتر 3 في في تي اي 100 عود. هاد الياريس اخوتي ثمنها مناسب في السوق، الموديلات اللي ما بين 2005 حتى 2009 تساويين ما بين 4 حتى 4.5 ديال الملايين، اما الموديلات اللي خرجوا ما بين 2010 حتى 2012 تساويين ما بين 5.5 حتى 6.5 ديال الملايين. وندوزو اخوتي للضيفه ديالنا الثالثه واللي حاولت انني نعطي فيها الفرصه للماركات الفرنسيه والامريكيه والالمانيه فحال الكليو والفيستا والتوينغو والسبارك وحتى الماركات الكوريه فحال الايديس والبيكانتو، ولكن اخوتي للاسف ما عطاتنيش نفسي انني نحطهم في نفس الحلقه اللي استضفت فيها افضل السيارات الصغيره. وباش نبقاو اخوتي في نفس النيفو ما لقيتش ما احسن من الجميله ديال هوندا جاز اللي كنت هدرت عليها من قبل في الفيرسيون ديال هاد الهبريد فحال الياريس وسيرون. الجاز خدات حقها من الزين ومادة منها الزمان ولو باش ينقي السنان، بحيث مازال كتبان زوينه واخا حتى في لي ستوندار ديال الديزاين ديال هاد الوقت. هذا الجاز اخوتي تقدروا تستعملوها في اي حاجه، تمشيو بها للخدمه، تهزوا عليها اغراضكم وتسافروا بها فين ما بغيتوا، وهادشي بسبب الموتور اللي فيها واللي سميتو الان 2 لتر اي في تك 4 سلندر كيخرج لينا 90 عود و 114 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسون اخوتي هنايا كيدار في 12.6 ديال الثواني، والسرعه القصوى في حدود 177 كيلومتر في الساعه، والكونسوماسيون اخوتي ما كتفوتش 5.3%. وبسبب هاد الموتور اخوتي اللي نوعا ما كبير مقارنه مع الشاسي ديالها اللي كيوزن 1070 كيلوغرام، الهوندا دارت ما في جهدها باش تخلي هاد الطوموبيل تكون في المراتب الاولى ديال السيارات الاكثر امانا في الفئه ديالها، بحيث تحصلت على 5 ديال النجمات في الاختبار ديال اورو ان كاب، متفوقه في ديك الوقيته على جيب ورانجلر اللي كان ثمنها كيبدا من 51 حتى 64 مليون، وهادشي بسبب التجهيزات ديال السلامه اللي كيجيو فيها، ومن بينهم لابيس فريناج ديرجونس لي زيرباغ القدام اللور الجناب الفوق لتحت لو اس بي ريبارتيسيون الكترونيك ديال الفريناج. وهادشي اخوتي غير شويه من بزاف، هادشي اخوتي كامل ومزيان وكيبشر بالخير، ولكن ضروري ما نجبدوا ليها الودينات ونشوفوا شنو كيقولوا عليها الناس. ونبداو اخوتي بالشهادات ديال واحد الاخ اللي كسب هاد الموديل وضرب به 120 الف كيلومتر. هذا الجاز اخوتي جات باش تعوض الرونو لاغونا 3 اللي كانت عنده واللي شراها ب 25 مليون. وكيف ما كتعرفوا الخوت ان اللاغونا معروف عليها الكبر والوسع وحتى الكونفور، والحوايج اللي كرهوه فيها هما لي بروبليم الكترونيك، داكشي علاش قلبها للهوندا اللي سامبل وما معقداش وما كتحاولش تبان كول وفي شكل بحال لي مارك الاخرين. في ال 35 كيلومتر اخوتي الاولى اللي ضربها بهذا الجاز قال لي على انه تفاجئ وتصدم، بحيث ان من
برا الطوموبيل كتبان صغيره وضيقه، ولكن من الداخل واسعه والاسباس موجود وعامره بلي بوشيط وسهله في الدخول والخروج بلا ما تحتاج تحني راسك ولا تطور كابي. كما ان الحجم ديال الكوفر اخوتي كبير وتيتراوح ما بين 380 حتى 845 لتر، وهذا الشيء بسبب الريزرفوار ديال ليسونس اللي حطاته الهوندا تحت الكراسه القداميين. وهذا البلان انا كنظن ان حتى شي شركه ما فكرات فيه. وما نساوش اخوتي لي سياج ماجيك اللي منين كيهبطوا كيوفروا الوسوعيه اللي كتكون في الكونغو ولا الاكسبريس. بالنسبه للحوايج اخوتي اللي معجبوش في هذا الجاز هو الريزرفوار ديال 30 لتر اللي قليل وصغير بالنسبه ليه. زيد على هذا الشيء الصداع ديال الريح في الطريق اللي كيكون مجهد من فوق 120 كيلومتر في الساعه. وما نساوش الصباغه اللي دغيا كطير، وهذا الشيء بشهاده الجميع. والحل هنا يا اخوتي ساهل ولكن غالي، واللي هو البانتور ديال السيراميك اللي كتحمي الصباغه من التشرات والشمس وحتى الصدى. وبطبيعه الحال اخوتي ضروري تاكدوا وتسقسيوا السيد اللي غتشريوها من عنده على واش داها لا ميزون ديال الهوندا في الوقيته اللي كانت دايره الرابيل جينيرال على حساب ليزير باك ديال التاكاتا اللي ما كانوش كيطرطقوا في حاله وقوع الحادثه. هادشي الا كانت كونسيرني. الضيفه الثانيه اخوتي ديال الحلقه اكسبسيونيل ديال بصح، وقليل اللي غادي يكون عارفها بسبب الجهل ديال الناس لقيمتها بحيث كيخافوا يشريوها، الشيء اللي كيخلي البيع ديالها ثقيل وثمنها يكون قليل. هذا الطوموبيل اخوتي سميتها دايهاتسو سيريون. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هذه الماركه جابونيه تاسست في 1907 وكتعتبر اقدم ماركه ديال الطوموبيلات في اليابان قبل الهوندا والتويوتا. فحسب واحد الدراسه اخوتي ميدانيه اتدارت في فرنسا ديال الماركات الاكثر اعتماديه في السوق عام 2010، دايهاتسو جات في المرتبة الأولى. واللي علمكم الخوت أن تويوتا كانت مستحوذة على 51% من الأسهم ديال هاد الشركة، وفي 2016 كملات هاد الاستراتيجي وشرات الأسهم اللي باقيين، بحيث هاد دايهاتسو سيرون ولات كتخرج بالسمية ديال تويوتا واللي هي الباسو. الموديل ديال هاد السيرون أخوتي اللي غادي نهضروا عليها هو اللي خرج في 2005 وشد التقاعد في 2015. هاد الطوموبيل أخوتي تبعت منها 100,000 حبة في أوروبا، وكاين عليين 180 حبة كتباع في أفيتو. هاد السيرون اخوتي زوينه وشبابيه ومودرن فحالها فحال الياريس ديال التخياط في المدينه، صغيره ومجموعه والانتيريور ديالها ما بيهاش في الوسوعيه، والكوفر قادر يهز واحد البركه ديال الباجاج والبوالز. الموتور اللي كيجي في هاد الدايهاتسو اخوتي هو نفسه اللي كيجي في الياريس، الان ليتر في في تي اي 3 سيلندر 12 فار اللي كيخرج لينا 68 ديال الخيل و94 نيوتن متر ديال الكوبل. 0 اسون اخوتي هنايا كيدير في 12.8 ديال الثواني، والضريبه ديالها في حدود 7000 ريال. الكونسوماسيون هنا ما كتفوتش 4.4%. والزوينه في هادشي كامل اخوتي هو الوزن ديالها اللي في حدود 890 كيلو، خفيفه كالريشه وثابته كالهيشه. وهادشي اخوتي بالفضل ديال لي سيستيم سيكوريتي اللي كيجيو فيها بحال لا بي اس ولو اس بي. وما نساوش انها تحصلت على 4 ديال النجوم في التيست ديال الاورو ان كاب عن جداره واستحقاق بسبب لي زير باك اللي كيجيو فيها والشاسي اللي كيحمي الركاب اللي راكبين عليها. وما نساوش اخوتي التجهيزات اللي كيجيو فيها بحال الكليماتيزاسيون والراديو ديال البلوتوث ولي فيتر والديريكسيون الكتريك. فإلا كان عندكم اخوتي مبلغ محدود وبغيتوا طوموبيل ما تكونسومي ما تخسر ما تطيح اون بان، الدايهاتسو هي اللي في البلان. وباش نتاكدوا اخوتي من المتانه والصح والرزانه ديال هاد المبروكه، درت واحد المجموعه من الاتصالات مع ناس كسبوا هاد الموديل، والصراحه اخوتي ما كاينش اللي كيتشكى. ونبداو اخوتي مع واحد لو جون في عمره 21 عام كيقول بان هاد السيرون هي احسن سياره شراها لحد الان وكيضرب بها 35000 كيلومتر في العام. هاد الاخ اخوتي عجبو الموتور ديال الان ليتر بحيث ان النغمه ديالو زوينه والتيراج في المستوى، وكياكد على الناس اللي ناويين يشريو هاد الدايهاتسو باش يتهلاو في لا ميكانيك ويحترموا الوقت ديال السخونيه وما يوصلوش الرونفلاج فوق ال 5000 دوره في الدقيقه. هاد الزويونه اخوتي اشتراها ب 2000 اورو وحتى حاجه ما بدلها فيها من غير الزيت والفلترات والكابلي ديال الاكسيليراتور اللي ترخف والبوبين داليوماج، الشيء اللي عادي جدا من مورا 200000 كيلومتر. اما البلان اللي عجبو بزاف كاع هو ليسباس اللي كاين في الانتيريور ديالها، بحيث تيركب صحابو بثلاثه تيجلسوا مرتاحين في امان الله شي ما لاصق في شي. وهادشي بسبب الفورمه المربعه ديال الطوموبيل اللي كتوفر مساحه كبيره لا في العلو ولا في العرض. وندوزو اخوتي للضيفة ديالنا التالتة واللي حاولت انني نعطي فيها الفرصة للماركات الفرنسية والامريكية والالمانية افحل الكليو والفيستا والتوينغو والسبارك وحتى الماركات الكورية افحل الايديس والبيكانتو، ولكن اخوتي للأسف ما عطاتنيش نفسي انني نحطهم في نفس الحلقة اللي استضفت فيها افضل السيارات الصغيرة. وباش نبقى اخوتي في نفس النيفو ما لقيتش محسن من الجميلة ديال هوندا جاز اللي كنت هدرت عليها من قبل في الفيرسيون ديال هاد الهيبريد افحل
باريس وسيرون الجاز خدات حقها من الزين ومادة منها الزمان ولو باش ينقي السنان بحيت مازال كتبان زوينه واخا حتى في لي ستاندار ديال الديزاين ديال هذا الوقت. هذا الجاز اخوتي تقدروا تستعملوها في اي حاجه، تمشيو بها للخدمه، تهزوا عليها اغراضكم وتسافروا بها فين ما بغيتوا، وهادشي بسبب الموتور اللي فيها واللي سميتو الان 2 لتر اي في تك 4 سلندر كيخرج لينا 90 عود و 114 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسون اخوتي هنايا كيدار في 12.6 ديال الثواني والسرعه القصوى في حدود 177 كيلومتر في الساعه، والكونسوماسيون اخوتي ما كتفوتش 5.3%. وبسبب هاد الموتور اخوتي اللي نوعا ما كبير مقارنه مع الشاسي ديالها اللي كيوزن 1070 كيلوغرام، الهوندا دارت ما في جهدها باش تخلي هاد الطوموبيل تكون في المراتب الاولى ديال السيارات الاكثر امانا في الفئه ديالها، بحيث تحصلت على 5 ديال النجمات في الاختبار ديال الاورو ان كاب، متفوقه في ديك الوقيته على جيب ورانجلر اللي كان ثمنها كيبدا من 51 حتى 64 مليون، وهادشي بسبب التجهيزات ديال السلامه اللي كيجيو فيها، ومن بينهم لا بي اس فريناج ديرجونس لي زيرباغ القدام اللور الجناب الفوق لتحت لو اس بي ريبارتيسيون الكترونيك ديال الفريناج، وهادشي اخوتي غير شويه من بزاف. هادشي اخوتي كامل ومزيان وكيبشر بالخير، ولكن ضروري ما نجبدوا ليها الودينات ونشوفوا شنو كيقولوا عليها الناس. ونبداو اخوتي بالشهاده ديال واحد الاخ اللي كسب هاد الموديل وضرب به 120 الف كيلومتر. هذا الجاز اخوتي جات باش تعوض الرونو لاغونا 3 اللي كانت عنده واللي شراها ب 25 مليون. وكيف ما كتعرفوا الخوت ان اللاغونا معروف عليها الكبر والوسع وحتى الكونفور، والحوايج اللي كرهوه فيها هما لي بروبليم الكترونيك، داكشي علاش قلبها للهوندا اللي سامبل وما معقداش وما كتحاولش تبان كول وفي شكل بحال لي مارك الاخرين. في 35 كيلومتر اخوتي الاولى اللي ضربها بهذا الجاز قال لي على انه تفاجئ وتصدم، بحيث ان من برا الطوموبيل كتبان صغيره وضيقه، ولكن من الداخل واسعه والاسباس موجود وعامره بلي بوشيط وسهله في الدخول والخروج بلا ما تحتاج تحني راسك ولا تطور كابيك. كما ان الحجم ديال الكوفر اخوتي كبير وتيتراوح ما بين 380 حتى 845 يترو، وهادشي بسبب الريزيرفوار ديال ليسونس اللي حطاته الهوندا تحت الكراسي القداميين، وهذا البلان انا كنظن ان حتى شي شركه ما فكرات فيه. وما ننساوش اخوتي لي سياج ماجيك اللي منين كيهبطوا كيوفروا الوسوعيه اللي كتكون في الكونغو ولا الاكسبريس. بالنسبه للحوايج اخوتي اللي معجبوش في هذا الجاز هو الريزيرفوار ديال 30 يترو اللي قليل وصغير بالنسبه ليه، زيد على هادشي الصداع ديال الريح في الطريق اللي كيكون مجهد من فوق 120 كيلومتر في الساعه، وما ننساوش الصباغه اللي دغيا كطير، وهادشي بشهاده الجميع. والحل هنا يا اخوتي ساهل ولاني غالي، واللي هو البانتور ديال السيراميك اللي كتحمي الصباغه من التشرات والشمس وحتى الصدى. وبطبيعه الحال اخوتي ضروري تاكدوا وتسقسيوا السيد اللي غتشريوها من عنده على واش داها لا ميزون ديال الهوندا في الوقيته اللي كانت دايره الرابيل جينيرال على حساب لي زيرباك ديال التاكاتا اللي ما كانوش كيطرطقوا في حاله وقوع الحادثه. هادشي الا كانت كونسيرني. ويا الحباب ما تنساوش تابوناو في القناه وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم. تهلاو.